مين؟ طيب، وهي الناس كانوا اهتموا، واحنا قلنا الحقيقه هنأجل ده لغايه ما نحاول الوصول للمدرس. هو كل ما نكلمه انتوا خربتوا بيتي، انتوا يعني مش انت السبب، يعني مش انت السبب في انك ده كده ينتشر. انا شفت الناس كانت بتشرح بطريقه مهذبه فيها علم، مش مفيش فيها جنس واسقاطات جنسيه وقله ادب ووقاحه يعني. واللي بيستسهل ده اقول له انت تقبل ان بنتك لما اجي اشرح لها التفاعلات الكيميائيه اعمل لها اسقاطات جنسيه بهذا الشكل؟ طيب هنبقى نتابع معاكم. طيب، دكتور علاء عيد، مسؤول الشؤون القانونيه بوزاره التربيه والتعليم. دكتور علاء، اهلا بيك. اهلا وسهلا، اهلا ازيك يا بحضرتك دكتور؟ دكتور. دكتور، اهلا انا وسهلا. تاني يعني بنعيد تاني قضية مدرس الكيمياء، واحنا الحقيقة كنا بس بنحاول نحقق القضية وحاولنا الوصول إليه وهو رفض، لكن وصلنا لبعض الفتيات وبعض الأولاد اللي كانوا في الحصة وقالوا إن هو فعلا بيستخدم هذا الأسلوب واحنا مش ضده يعني. فأنا صدمت واندهشت. الخطر ان ثقافة السناتر هتبقى كده، المدارس اللي كانت بتشكل وعينا لا، بقينا في ثقافة سناتر، وممكن يخطف النشء والأطفال بمصطلحات جنسية بهذا الشكل. هل الوزارة اهتمت وحققت في القضية؟ ده كلام حقيقي، وخلينا بس نحدد محورين في الموضوع. المحور اتفضل. الاول ما يخص الطالب، تمام؟ ده المحور الخاص، والمحور العام اللي هنتكلم فيه بعد ما نتكلم في المحور الخاص. بالنسبه للمحور الخاص، تمام، اللي هو ما يتعلق بالمدرس نفسه، طبعا الفعل بالنسبه لي هو فعل غير مقبول اطلاقا، تمام. تم تسجيل الفيديوهات اللي هي منتشره سواء على اليوتيوب او اللي حضرتك بتعرضها، تم التوصل بالفعل لهويه المدرس وشغال فين، ومش عيب ان احنا نقول ان هو شغال في مواد لماده من المواد الدراسيه في اداره تعليميه، اداره الدروس التعليميه. كمان يعني موجه، تم تحديد هويته بالفعل. يعني واتضح انه موجه كمان. تم تحديد الهويه بتاعته بالظبط، وجاري استدعائه في خلال الاسبوع الحالي، يعني غالبا بكره هيكون عنده استدعاء. الاجراءات اللي هتتخذ بالنسبه له طبعا اجراءات شديده جدا، هيتم وقفه عن العمل، تمام. هيتم التحقيق معاه، هيتم توقيع احدى الجزاءات المنصوص عليها في القانون 81، وهيتم ابلاغ النيابه العامه. اوكي، الامر ممكن يصل الى فصله، يعني يا اما هنوقع عليه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في 81، وده هيبقى جزاء رادع فوري، او باحالته الى النيابه الاداريه للمطالبه باحالته للمحاكمه التاديبيه، لان المحكمه التاديبيه هي اللي تملك فصل الموظف من الوظيفه العامه. طيب، واتمنى يا دكتور نهتم بالجزء الثاني اللي انا اتكلمت فيه. السناتر بتخلق ثقافة جديدة في المجتمع، وللأسف أصبحت بديلا للمدارس، وإن شاء الله خطة الوزارة لإعادة الاعتبار للمدارس من جديد تخلصنا من هذا الكابوس يعني. ده المحور الخاص اللي هو ما يتعلق بالمدرس. ما يتعلق بالسناتر، لو وقت البرنامج يسمح في 5 دقائق كده اقول اتفضل. بس اللي بيحصل بالنسبه للسناتر، عشان اصحاب السناتر نفسهم واولياء الامور والمدرسين اللي بيدوا في السناتر ياخدوا بالهم من الاجراءات اللي بتتم، لان الاجراءات دي الحقيقه مش ملقى عليها الضوء، تمام. هو احنا عندنا لجنه مشكله في الوزاره اسمها لجنه الضبطيه القضائيه، تمام كده. توتال العدد بتاع الاداره العامه للشؤون القانونيه كله لا يتجاوز 70 فرد كده، كويس. اللي بيحصل ان اللجنه، لجنه الضبطيه القضائيه، بتنزل تلف على السناتر بموجب بلاغ او بموجب تحريات، بيتم تحرير محضر ليهم كده، كويس. بعد ما بيتم تحرير المحضر، المدرسين المتواجدين في قلب السنتر ده بيتم التحقيق معاهم، وبيتم التحقيق معاهم فورا، وبالفعل احيل عدد كبير جدا من المدرسين للمحاكمه التاديبيه. طب احنا احلناهم للمحاكمه التاديبيه ليه؟ يعني معالي الوزير الدكتور طارق شوقي بيوافق على الاحاله للمحاكمه التاديبيه. بمجرد موافقته على احاله المدرس ده للمحاكمه التاديبيه،
اصبح محال بالفعل، يعني منظر له دعوه تاديبيه قدام المحكمه التاديبيه. طب ليه الاجراء ده كان بيتم اللي هو الاحاله المحاكمه التاديبيه للمطالبه بتوقيع اقصى عقوبه اللي هي الفصل؟ لان الوزير لا يملك الفصل. الفصل ما بيكونش غير بقرار من المحكمه، تمام كده؟ بناء على توجيهات معالي الوزير حته الاحاله المحاكمه التاديبيه لانها بتطول الامر قد يستغرق 3 سنين تقريبا على ما يتفصل. فتوجيهات معالي الوزير ان احنا نبدا نفعل العقوبات المنصوص عليها في 81. طيب بعد ما بيتم التحقيق مع المدرس وبيتم تحرير محضر، اللي بيملك الغلط فعلي هو المحافظ، تمام كده؟ الاجراءات التنفيذيه من المحافظ نفسه. فالوزير بيوجه. بشكر حضرتك يا دكتور، ألف شكر. كمان